استاذ حسام، يعني انت يعني تزوجت كم مرة في حياتك؟ 4. مين ومين نقدر نعرف؟ واحدة أول ما رجعت من أمريكا، اللي هي منها ابنتك ولا؟ لا دي ما استمرتش طويلا. دي فنانة ولا لا مش فنانة، من خارج؟ أنا ما اتجوزتش فنانة غير نيلي، بس هي اللي لا، ده احنا الفنانة. لسنا حديث بقى في الحتة دي. لنا كلام لنا لسنا كلام حديث يا استاذ حسام. إنما بنت كانت رائعة الجمال والحسن والرقة، ما عمرناش طويلا. كانت بتشتغل ولا كانت؟ لا لا خالص، لا لا خالص، بنت بنت بيت يعني. يعني قرابة من العائلة؟ ولا قرابة ولا حاجة. حضرتك كنت في بعثة؟ لقاء ده بعد ما رجعت من بعد ما رجعت من بعد ما رجعت من التقيت بيها فين؟ التقيت بيها في مكان عام يعني. نعم. وطبعا كنت لسه بقى يعني برضو السن الشباب الأول ده، وحب سريع. نعم. بعدين اتجوزنا، بعدين انفصلنا، وبعدين الجوازة التانية. أيوة. اللي هي مراتي الحالية لحد النهاردة. أيوة. هي دي الجوازة اللي استمرت معايا، وهي بنت خالتي. مراتي اللي معايا اللي أنا خلفت منها جينا. بنتي. أيوة. دي معايا لحد دلوقتي. اسمح لي ناخد فاكس من فاكساتك اللي جت. اتفضلي. بداية الشتاء صح؟ أيوة فعلا. الفاكس بيقول الفنانة الرقيقة صفاء بسعود: بدي أعتب عليك كتير كتير، واضح أن حضرتك من الأردن، لكونك تتعمدين تجاهل بعض الفاكسات. أسفة، أنا دايما برد على الفاكسات على فكرة. بيقول لكونك تتعمدين تجاهل بعض الفاكسات اللي برسلها وبكتبها بنفسي لبرنامجكم الجميل ساعة صفا، خصوصا حلقتي الفنانة أسرة الحكيم والفنان فاروق الفيشاوي. ومتى ستعيدون حلقة الفنانة نادية الجندي؟ على فكرة احنا عيدنا الحلقة دي، ولكن ممكن نعيدها مرة أخرى. أدعو الله ألا تتجاهلوا فاكس هذا اليوم الذي أرسله إلى المخرج الذي أعشق مشاهدة جميع أعماله، وأشعر بوجوده وراء كل كدر وكل لقطة وكل مشهد في الفيلم. إنني أحترم فيك صراحتك وشجاعتك الشديدة، فلقد قرأت لك في إحدى المجلات تقول: كنت شاهد عيان على تمثيلية تنحي عبد الناصر، وأنك شاركت في هذه التمثيلية، وده مزعلك من نفسك كثيرا جدا. أستاذ حسام، من فضلك احكي لنا واحكي للتاريخ ولتلاميذك في كل مكان صراحتك وشجاعتك التي عاهدناها فيك. شريف أحمد المهدي، الأردن، صندوق بريد 55-732. هو أنا مش هقدر أحكي التمثيلية الجزء التمثيلية دي والجزء ده من التاريخ إلى التنحي والكلام ده كله. إنما حوصل مع الأخ المشاهد والمستمع، وأشكرك على الكلمة الرقيقة اللي بدأت بيها الفاكس بتاعك عني. وعايز أقول أنا لست مؤمنا بعبد الناصر، وأعتقد أن عبد الناصر وهو مش رئيس مصري بس، إنما هو رئيس عربي. نعم. وزعيم عربي، أعتقد أنه اقترف خطأ كبيرا، بل اقترف جرما كبيرا، بأن احنا النهاردة لحد النهاردة عمالين نتباكى على القدس والمسجد الأقصى. من الذي وضع القدس والمسجد الأقصى تحت أقدام اليهود؟ إنه عبد الناصر في سنة 67 وهزيمة 67. فده يجب كل شيء. أنا كنت من عشاق عبد الناصر. نعم. كزعيم وكرئيس. إنما لما حصلت هزيمة 67 وعرفت كل خباياها وخباياها محزنة، لما يعرفها الشعب العربي والشعب المصري، وهيعرفها لأن الأسرار دي هتطلع. إحنا النهاردة سنة 98. نعم، في آخرها خلاص. 99 99 2001 2 مش
الثوره كانت سنه 52 أيوة. مش كده؟ أيوة. يبقى فاضل 4 سنين او يمكن اقل شويه والاسرار كلها هتطلع والخبايا كلها هتطلع لان ده العرف الدولي ان الاسرار ما تطلعش الا بعد مرور 50 عاما. فبعد مرور 50 عاما ستخرج الاسرار وهيتعرف تتعرف الحقائق وهتتعرف مهزله هزيمه 67 وازاي حصلت والكوارث اللي حصلت وراء كواليس الحكام وانا بقول الحكام وراء كواليسهم وايه اللي دار في الخفاء بعيدا عن الشعوب اللي هي ذاقت مراره الهزيمه وهي اللي دفعت ثمن هذه الهزائم وهذا العبث اللي كان بيحصل في كواليس الحكام. دي قصه محزنه. يا استاذ حسام بس انت كده ما ردتش علينا، ما قلتلناش اولا كيف شاركت في هذه المهزله على الاقل تقول لنا. هي كلامي كان دبلوماسي شويه. كتير مش شويه، كتير يا استاذ حسام، وانت مش حدك كتير. انا هقول لك الحته دي برضو هحاول اقولها باختصار. حصلت الهزيمه ايوه واعلنوا تنحي عبد الناصر. وبعدين لقيت تليفون من نقابه السينمائيين. ايوه. استاذ حسام تعالى النقابه فورا، في ايه؟ في حدث مهم جدا. طيب رحت رايح على النقابه. لقيت كل السينمائيين في النقابه. كويس. ايه يا جماعه؟ قالوا في خبر هام. كان لسه التنحي ما حصلش. خبر هام هيذيعه عبد الناصر. اوكي. فتحنا التلفزيون طلع عبد الناصر قال انا بتنحى. وبعدين طبعا اللي اتصلوا بينا كانوا اياميها لابسين عساكر وبتاع وحاجات عسكريه وحاجات كده. لا مش ممكن، نرفض، يلا ننزل الشارع. ننزل الشارع ايه؟ نقول لعبد الناصر ما يتنحاش. الله، طب وانتوا ايش عرفكم انه كان هيتنحى عشان تجيبونا عشان تجمعونا وبعدين تقولوا لنا ننزلوا الشارع؟ الله، ده تمثيليه بقى. ونزلنا الشارع لقينا جميع نقابات مصر برضه جمعوا نفس الحكايه ونزلوا الشارع ولا تتنحى والنكت اللي طلعت على لا تتنحى والكلام اللي ما اقدرش اقول لك على تفاصيله حاجات كده يعني. وبعدين قلت الله، ايه يا جماعه التمثيليه اللي لعبتوها علينا دي؟ يعني ايه تخلوه يتنحى وتجمعونا عشان نسمع التنحي فننزل الشارع ونعمل مظاهره كاذبه والكلام ده كله؟ وكانت كاذبه. حضرتك نزلت في المظاهره؟ انا نزلت ومشيت، انما نزلت مش ماشي ايه؟ ماشي مش متصور المهزله اللي حاصله والشارع ماشي وبتاع وحاجات كده. فطبعا ما خلاص ما اقدرش اؤمن بكلام عبيط زي ده لان احنا في هزيمه منكره. تقولوا لي تنحى، تقولوا لي رجع، تقولوا لي راح، تقولوا لي جاء، انا مالي؟ انا هزمت وانتهيت. فكل ده كان تمثيليه. وفعلا كان تمثيليه. وبس. وبعدين عرفت ان يعني هو المعروف يعني ان كان في تجمع سياسي اياميها. أيوة. ما اعرفش اسمه ايه. برئاسه واحد برضو من المسؤولين الكبار وهم اللي خططوا التخطيط ده، يلا نخليه يتنحى وبعدين ننزل ايه، فانت كل واحد يروح للنقابات وتجمعوا الناس ونمشي في الشارع. تمثيليه، كلها تمثيليه، كلها كانت تمثيليه. إنما لم تغير من حقيقة المأساة شيئا. هزمنا، هزمنا، تنحى، رجع، راح، جه، هزمنا.